سيدنا أحضر. نحن كلجنة التربية والتعليم إثر الحادث الزلزال التي تعرضت لها كافة المناطق السورية وتركيا، فبناء على ذلك قمنا كلجنة التربية والتعليم بالتنسيق مباشرة مع رئاسة مجلس الرقاء المدني ومع توجيه من رئاسة المجلس إلى لجنة الإدارة المحلية واتحاد المهندسين ومكتب التخطيط والإحصاء في مجلس الرقاء المدني بالمساهمة بالتنسيق مع لجنة التربية والتعليم للإشراف على كافة مدارس مدينة الرقاء في الريف والمدينة. طبعا جاء هذا الإجراء تخوفا منا كلجنة التربية والتعليم، حيث مدينة الرقة شهدت حرب شرسة بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي وبين تنظيم داعش الإرهابي في هذه البقعة الجغرافية التي شهدت هذه الحرب، فلذلك تعرضت مدينة الرقة أثرها وشهدت الكثير من الدمار، وخرج أثناء تلك الحرب خرجت الكثير من المباني في مدينة الرقة من السلامة الإنشائية، وأيضا كانت من ضمنها هي المدارس في مدينة الرقة وريفها. فعلى هذا الأساس نحن بعد أثر هذا الزلزال والهزة الأرضية التي شهدتها أيضا مدينة الرقة كان لابد من القيام بهذا الإجراء. فللأسف هناك الكثير من المدارس في مدينة الرقة تأثرت بهذه الهزة نتيجة أن البنية التحتية لمدينة الرقة هي غير سليمة بعد هذه الحرب التي شهدتها أثناء تنظيم داعش الإرهابي. فبالفعل نحن لدينا 410 مدارس في مدينة الرقة، المفاعل الرسمي هي 390 مدرسة مفاعلة رسميا والباقي هي بيوت مستأجرة، ولدينا أكثر من 122 ألف طالب وطالبة في مدارس مدينة الرقة في المرحلتين، الحلقة الأولى والحلقة الثانية. وكما تعلمون بأن مدينة الرقة هي مدينة حاضنة لكافة المناطق الأخرى التي تشهد عدم الاستقرار، فالكل يتوجه لمدينة الرقة. فعلى الحادث الزلزال الذي تعرضت لها مدينة الرقة للأسف ويؤسفنا بأن هناك حوالي 40 مدرسة سوف تكون خارج دائرة التعليم التربوي، وذلك نتيجة عدم السلامة الإنشائية لهذه المدارس. فالبنى التحتية كما تعلمون تأثرت كثيرا جراء الحرب، والآن جاءت هذه الأزمة لتزيد الطين بلة. فللأسف نحن نشهد اليوم هذا الإجراء بالتنسيق مع مجلس الرقاء المدني، وقمنا مباشرة بعد إعداد التقارير من قبل الفرق الهندسية التي تم تشكيلها من قبل الإداريين والمتحدثين المدارس، وكل فريق كان هناك من ضمن هذه الفرق هم مهندسين اثنين. فعلى هذا الأساس تم إعداد التقارير الفردية لكافة المدارس التي تم زيارتها من قبل الفرق الهندسية، وبعد إعداد تقاريرهم تم إعداد تقرير مفصل وعام إلى الرأي العام العالمي وإلى لهيئة التربية والتعليم لشمال شرق سوريا وإلى مجلس الرقاء المدني للمساهمة في الدعم والمساندة للجنة التربية والتعليم في الرقاء، وبناء حول النقاش مع مجلس الرقاء المدني بهناك خروج أكثر من 40 مدرسة في مدينة الرقاء خارج الدوام نتيجة عدم السلامة الإنشائية وتخوفا منا وحفاظا على سلامة أبنائنا وطلابنا، تم الإقرار من قبل مجلس الرقاء المدني بتعليق الدوام حتى 1/3 ريثما يتم تأسيس أو تشكيل ريثما يتم تشكيل فريق استشاري من المستشارين المهندسين لمتابعة هذه المدارس مرة أخرى، هل هناك مدارس نستطيع أن يتم فيها الدوام أو لا. ولكن المشكلة الأساسية هي كيف إيجاد البديل وكيف إيجاد الحل. نحن كلجنة التربية والتعليم سوف نقوم بالتنسيق مع كافة معلمين في هذه المدارس بمتابعة أبنائنا من خلال التعلم عن البعد. فعلى هذا الأساس سوف يكون لدينا أكثر من 28 ألف طالب خارج دائرة التعليم التربوي نتيجة تعليق الدوام في هذه المدارس، وعليه سوف نتطرق إلى هذا الحل ريثما يكون هناك حلول جادة من قبل مجلس الرقاء المدني أو المجلس التنفيذي لشمال شرق سوريا. ندائنا إلى كافة المنظمات الدولية العاملة على أرض شمال شرق سوريا أن تنظر بعين الاعتبار إلى أبناء مناطقنا وخاصة أبناء الرقة، فهم اليوم نتيجة الحرب التي دارت في هذه المنطقة ونتيجة جراء الهزة الأرضية سيكونون خارج دائرة التعليم، وهذا حق من حقوقهم أن يتعلموا.